الدوله الاستعداد لاي طارئ يهدد امن وامان هذا الوطن العظيم. تستمر الاباتش الان بتأمين هذه العمليه من الجو. شاهدنا قواتكم المسلحه بكافه الوحدات المشاركه في هذه العمليه واجهزه وزاره الداخليه للقضاء على عناصر العدو، بينما تستمر ترجع الحياه كما كانت الحياه المدنيه في هذه المدينه بعد ان تم القضاء على كافه العناصر. يتضح بان هنالك